الزمالك بقى فنيا مع اوسوريو لغز، يعني ماتش وحش. اوسوريو ده سقراط. حلوه دي. لا يعني فيلسوف اكيد دارس فلسفه. بس انا دايما اطلع اقول لاستاذ حسن انا عارف اقول، انا بحس ان هو قبل كل ماتش اعمل ايه في الماتش ده، اعمل ايه في الماتش، اعمل ايه يا ربي. انا عايز حاجه تاليفه كده عبقريه، بغض النظر التاليفه دي طلعت حلوه ولا وحشه، بس هو مش مدي ابدا استقرار لفكره انه الزمالك ماشي على لاين واحد، يا اما الزمالك كويس قوي يا اما الزمالك المباراه اللي بعدها وحش قوي. لا بص، عشان بس ايه يعني تقييمي. اتفضل. انا اتكلمت على الزمالك في كاس الملك سلمان البطوله العربيه كويس، وقلت الفريق مش منهار ومش في حاله ضياع. محتاج تدعيمات، محتاج كذا، لكن اداؤه قدام النصر وقدام الشباب وقدام تحدي من السير التونسي كان جيد، والزمالك كان ممكن يعدي من النصر برونالدو، يعني لولا رونالدو وقفزته كان الماتش ممكن يبقى نتيجته مختلفه يعني. طبعا. عشان القميص ده تقيل. فده الزمالك، ده التاريخ اللي واقف عليه الزمالك مهما كانت. انما اداؤه قدام سموحه هقيم الماتش بس. لان يا ترى يمكن يلعب بنفس القوه وبنفس الجمال والمتعه والراحه النفسيه والمزاجيه اللي كانت عند اللعيبه، كانت فرحانه وهي بتلعب مستمتعه باللعب. هل ممكن هيلعب مع البنك الاهلي مثلا ماتش تاني؟ عنده الماتش الجاي انبي تحديدا. مثلا يعني انا اقصد يعني تحديدا هيلعب مع انبي مثلا. تحديدا. هل هيقدر لو الهدف اتاخر، لو الفوز اتاخر، يعني ربما تبقى التوتر ينعكس على اداء اللعيبه او يخش فيك هدف مبكر مثلا. طبعا. ما الهدف المبكر اللي في الدقيقه الثالثه ده بتاع مصطفى شلبي ده فتح الجيم خالص وريحك، وخصوصا الهدف الثاني بعديه بشويه فتح الجيم خالص يعني. وكمان التكتيك اللي لعب بيه الزمالك 3 4 3 وفي ثلاث اشباح في الملعب او شادو سترايكر، يعني عمر جابر وزيزو واوباما. والثلاثه دول بالتحديد مع شيكابالا ومصطفى شلبي عملوا شغل مهم جدا. شو يعني الناس تبص للماتش تشوف عمر جابر كان بيلعب فين، صح، بيتحرك ازاي، صح. نفس الحكايه اوباما، نفس الحكايه زيزو. طبعا واحده من افضل مباريات عمر جابر من ساعه ما رجع الزمالك طبعا، يعني وافضل مباريات، افضل مباراه لشيكابالا من سنين يعني. شيكابالا حكايه برضه يا استاذ حسن، يعني راجل 38 سنه ما زال عنده الحاله البدنيه الجيده ديت، ما زال لديه المهارات اللي لا هو ما بيدافعش والتاثير. بص شيكابالا برضه يعني انا حتى كمان في تقييمي ليه اديته 10 من 10 هايل، انما عشان الماتش ده هو عمل كل حاجه. يعني الكرة اللي عملها بكعبه لأوباما أي لعيب تاني هو لو في مكان شيكابالا مش هيعملها كده، هيشوطها بشماله. صح. يعني بعد ما دخل ال 18 والمدافع جنبه مواجهة المرمى هيشوط لكن هو كمان ما كانش معدول قوي على الشوط، لكن أي لعيب تاني هيشوط وممكن يقلش أو ممكن يطلعها بره لأنه مش متوازن. صحيح. إنما هو عشان شيكابالا عملها بكعبه. إزاي شاف اوباما امتى؟ انا ما اعرفش الحقيقه، لكن الاحساس بتاعه بالملعب وعنده المهاره وعنده الاتصال السريع جدا ما بين عقله ورجليه فقدر يعملها بالكعب. واوباما زود الحكايه بقى عشان يكمل اللوحه بقى يعني بكعبه هو كمان. يلا انا مبسوط. الناس يقول لك ده انت زملكاوي بقى يا سيدي، والله العظيم ثلاثه. مبسوط بالكره الحلوه. مبسوط بالكره الحلوه، صح. هو الناس ما بتاخدش بالها ان انت عارف لما تلاقي ماتش حلو تيجي تكتبه، بتكتب حلو، بتطلع كلام حلو، صح. تيجي تتكلم عنه كلام حلو. لما تلاقي بقى ماتش وحش قوي وبعدين مطلوب منك تكتبه، بتبقى عذاب. بتتعذب مرتين، صح. ايوه اتفقت. مره بالمشاهده ومره بتذكرك للمشاهده، صح، والتعبير عنها. هعبر اي كلام وحش قوي بتبقى متضايق. صحيح صحيح. فيعني الحاجه الحلوه بتسري على الاهلي.